أريد أن أقول للعدو إن التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق. هذه كانت المعادلة الجديدة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، معادلة دخلت حيز التنفيذ بعد ساعات قليلة من إطلاقها بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية والمدنيين فيها. مباشرة بعد قصف العدو بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشكرة، شنت المقاومة ردا ثلاثيا على ثلاث مستوطنات جديدة وهي أبيريم، نافيزيف ومنوت في الجليل الأعلى. تقع هذه المستعمرات على عمق يتراوح بين 6 و7 كيلومترات، وتعتبر تجمعات صغيرة ومراكز سياحية يسكنها مئات المستوطنين الذين لم يهاجروا منها بعد. استهداف العائلات السورية في برج الملوك قابله رد على مستوطنة دفنة في إصبع الجليل، مستعمرة تقع على عمق 2 كيلومترين ومقابل قرية الغجر وعند المثلث الذي يربط لبنان بسوريا وفلسطين، والتي يمكن رؤيتها من المكان الذي نقف فيه حاليا. هنا خو بكير، هنا تيل أكاديوشا، كل ما شو تسلموت راح يزرقش بو. أما الاعتداء على بلدة حنين فقبله إضافة المقاومة مستوطنة سوريئيل إلى بنك أهدافها، وتقع المستوطنة على عمق 7 كيلومترات من حدود بلدة رميش يسكنها المئات من المستوطنين، وقد وثق بعضهم الأضرار التي لحقت بمنازلهم بعد سقوط صواريخ المقاومة. المقاومة لم تكتفي بالصواريخ والمستعمرات، بل أضافت أيضا إلى بنك أهدافها قاعدتي فيلون ونيرياب العسكريتين، واستهدفتهما بالطائرات الانقضاضية، وتقع فيلون شرق صفد، فيما تتمركز نيريا خلف مستعمرة سعسع. صحيح أن هذه العمليات لم تضرب العمق المحتل، حيث تركت هذه المهمة للهدهد الذي حلق على عمق 47 كيلومترا فوق رمات ديفيد، لكن المقاومة ضربت مستوطنات جديدة غير مهجورة وأكدت تنفيذ كل وعودها.